السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم بخير. بمناسبة الأيام المباركة من شهر شعبان وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الفضيل ونحن بخير حال، لا مفقودين ولا فاقدي. بداية أنا مدين باعتذار بالغ لحضراتكم بسبب غيابي الذي كان لظروف خارجة عن الإرادة، ولكن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لكن في الحقيقة أنا مفتقدكم بشدة، فعلا وحشتوني كتير جدا. أعلن بفضل الله عودة نشاط الطائرة للإقلاع والتحليق والهبوط بحول الله وقوتي، فأهلا بكم على متن طائرة رمضان أبو ليلى. أهلا بك. في الحقيقة الفترة اللي فاتت حصلت أحداث كثيرة ومتلاحقة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد المحلي. لعل أبرز هذه الأحداث هي الحرب الروسية الأوكرانية على الصعيد الدولي وتوليد الكهرباء من سد النهضة وفتح بوابات السد على الصعيد الإقليمي، ثم موجة الغلاء الضاري وانفلات الأسعار المتوحش التي ضربت مصر. النهاردة أنا حابب أتكلم مع حضراتكم عن الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على انفلات الأسعار القاسي اللي حصل في مصر. أحب أقول لحضراتكم بمنتهى الثقة والحقيقة أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها أي علاقة مباشرة بانفلات الأسعار الحالي في مصر. وده ليه؟ إحنا بنجيب إيه من روسيا ومن أوكرانيا؟ إحنا حضرات بنجيب من روسيا وأوكرانيا حبوب وحديد. أبرز الحبوب اللي بنستوردها من روسيا وأوكرانيا هي القمح والذرة. بالنسبة للقمح حضرات، مصر بتستهلك 18 مليون طن قمح سنويا، ولعل حضراتكم تعلمون ان مصر بتنتج اكتر من 55% من احتياجاتها من القمح محليا. يعني عندنا 3,600,000 فدان بنزرعهم قمح، والفدان بيجيب 3 طن، يعني انتاجنا من القمح سنويا بيقارب 10,800,000 طن قمح في السنة، وبنستورد باقي احتياجاتنا من السوق الخارجي اللي بيتراوح ما بين 7 و8 مليون طن في السنة. الرقم ده يا حضرات بيخلي مصر أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم. طيب مفيش غير روسيا وأوكرانيا اللي احنا بنجيب منهم القمح؟ لا، في دول كتير. صحيح ان روسيا هي المصدر الأول للقمح في العالم، بيليها أمريكا ثم كندا ثم فرنسا، وأوكرانيا بتيجي في المركز الخامس، وبيجي بعدها أستراليا ورومانيا والأرجنتين ودول تانية كتير. يعني عندنا بدائل كتيرة جدا نستورد القمح منهم غير روسيا وأوكرانيا. يعني مفيش أزمة في هذا الموضوع زي ما البعض بيحاول يصور لنا. السؤال بقى، هل الحرب بين روسيا وأوكرانيا الدائرة الآن أثرت على سعر القمح والدقيق في مصر حاليا وفورا؟ يعني الحرب دارت هناك سمعت في سعر القمح والدقيق في مصر؟ الحقيقة إطلاقا ما حصلش. ليه؟ لأن انت لسه ما اشتريتش قمح لا من روسيا ولا من أوكرانيا بعد زيادة سعر القمح عشان تغلي
سعره. طب ليه اسعار القمح والدقيق زادت في مصر؟ ده حضرات بسبب جشع التجار، تجار الازمات اللي بيحققوا ثروات طائلة من استغلال مثل هذه الازمات والتجارة بقوت ومصالح الشعب المصري. فجأة لقينا الرغيف ابو 50 قرش بقى ب75 قرش، والرغيف اللي بجنيه بقى بجنيه ونص، يعني زيادة 50%. طيب انت ما كانش عندك دقيق لما حصلت الحرب؟ لا، كان عندك دقيق بالسعر الجديد؟ لا، بالسعر القديم. ده بالاضافة ان احنا عندنا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا لمدة 4 شهور. طيب انت ما اشتريتش قمح بالسعر الجديد ولا دقيق بالسعر الجديد، بترفع سعر رغيف العيش 50%. ليه؟ ده اسمه جشع وسرقة للمصريين. دول بقى التجار واصحاب المخابز بيحققوا ثروات ومكاسب حرام، كسب غير مشروع بالاحتيال واستغلال الازمات. بالنسبة بقى للحديد، اللي يخلي الحديد يوصل 20,000 جنيه للطن وطالع كمان، مع انك ما اشتريتش حديد بسعر زيادة، وده هيأثر على اسعار العقارات في مصر اللي داخل فيها حديد التسليح كمكون رئيسي. مش العقارات وبس، ده كل الصناعات اللي الحديد مكون رئيسي فيها اسعارها هتزيد. ومين اللي هيدفع التكلفة دي؟ المستهلك المصري. طب الفرق في المكاسب الرهيبة دي رايح فين؟ رايح للتجار الجشعين، تجار الازمات. طيب ده حضرات بالنسبة للقمح والدقيق والحديد. ايه بقى علاقة الحرب الروسية الاوكرانية بالارتفاع الغير مبرر في سعر اللحمة؟ ايه اللي يوصل سعر كيلو اللحمة انه يبقى ب180 جنيه؟ ايه اللي يوصل سعر كيلو الفراخ انه داخل على 50 جنيه؟ ايه اللي يوصل سعر طبق البيض انه يوصل 62 جنيه؟ هل مثلا روسيا ضربت عشش الفراخ، ولا هل مثلا الفراخ معترضة على الحرب الروسية الاوكرانية وقالت مش هنبيض؟ طب ايه اللي يوصل لحضرات سعر الباذنجان، البتنجان، عارفينه حضراتكم؟ ايوه، بتاع المسقعه ده. ايه اللي يوصل سعر كيلو الباذنجان ل20 جنيه؟ 20 جنيه يا حضرات، في حين ان الموز ب10 جنيه. يعني الاوفر ان اعمل صينيه مسقعه بالموز بدل البتنجان. طب ايه سبب ارتفاع اسعار اللبن والشاي والجبنة والسكر والزيت والرز والمكرونة؟ تقريبا مفيش اي سلعة في مصر سعرها مزادش. هل ده بسبب الحرب الروسية الاوكرانية؟ اطلاقا، هذه الحرب ليس لها اي علاقة بانفلات الاسعار في مصر، لكن هو اتجاه عام في مصر بالاضافة الى جشع التجار والمستوردين ومغية الاحتكار وتجار الازمات. احنا حضرات عايشين في سوق منفلت، لا تحكمه اي ضوابط ولا اي معايير ولا اي نوع من انواع الرقابة. يعني اي حد بيمتلك اي سلعة بيبيعها بالسعر اللي هو عايزه، وما فيش حد بيقوله انت بتعمل ايه. ده بالاضافة لاننا في مصر بنعاني من انعدام الوعي المجتمعي الاستهلاكي والوعي المجتمعي التكافلي والتضامني، بل بالعكس احنا في مصر مبتلين بامراض اجتماعية خطيرة، امراض من نوعية حب الاختيال والتفاخر والتباهي، بالرغم من ان ديننا بيحرم ذلك، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يحب كل مختال فخور. على عكس الاوروبيين عندهم وعي مجتمعي، عندهم تعاضد وتكافل وتضامن. في فرنسا حضرات حصلت أزمة، وبالمصادفة كانت في سعر البيض، التجار رفعوا سعر البيض، لكن في مجتمع عنده وعي
وعنده تضامن وتكافل وتعاضد، قررت النساء الفرنسيات ربات البيوت بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والمنظمات المدنية والأهلية وهيئات الرقابة على إنهم يقطعوا شراء البيض. وبالفعل كانت المقاطعة صادقة ومخلصة، ومحدش اشترى بيض للقادر ولا غير القادر. وكانت النتيجة إن البيض تكدس على أرفف التجار في المحلات، وما كان من التجار إلا أنهم خضعوا وخفضوا سعر البيض. طيب الفرنسيين اشتروا البيض لما التجار خضعوا وخفضوا سعر البيض؟ أبدا، ما اشتروش البيض، بل طالبوا من التجار أن ينشروا اعتذار رسمي للمجتمع الفرنسي في الجرائد. وبالفعل التجار خضعوا ونشروا اعتذار رسمي. في بريطانيا حضرت حصلت أزمة مماثلة، ولكن في سعر اللحوم الحمراء، وكان نفس المنهج استخدم في المجتمع البريطاني الواعي المتضامن المتكافل، وكانت النتيجة أن تم تخفيض سعر اللحوم. احنا بقى في مصر للأسف الشديد ما عندناش هذا الوعي المجتمعي، ما عندناش هذا النوع من التضامن والتعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع، بل بالعكس عندنا حب الاختيار وحب التفاخر وحب التباهي وحب الأنا. أنا قادر أشتري لحمة ب 180 جنيه وجاري غير قادر، مش مهم، أنا قادر أشتري فراخ وبيض بالأسعار دي وجاري غير قادر، مش مهم، أنا قادر أشتري آيفون وجاري مش قادر يأكل عيال، مش مهم، أنا قادر أعلم ولادي في مدارس دولية وأديهم دروس خصوصية وجاري غير قادر، مش مهم، المهم الأنا والتفاخر والاختيال. شوية المرفهين عديم المسؤولية الاجتماعية اللي شفناهم واقفين طوابير طويلة على عروض الآيفون، دول ما عندهمش أي مسؤولية اجتماعية. ولما تيجي تقول لهم ليه السلوك الاستفزازي ده في عز الأزمة الطاحنة اللي بيعاني منها كل المجتمع المصري، يبصلك من فوق لتحت ويقولك انت بتعاني من حقد طبقي. هو انت بتديني تمن الايفون اللي انا بشتري ده بفلوسي؟ لكن هنا بقى في مسؤولية على افراد المجتمع، وفي كمان مسؤولية على الدولة واجهزتها الرقابية. لازم الدولة تتدخل بكل اجهزتها الرقابية وتفعل رقابة صارمة على الاسواق وتضبط التجار الجشعين وتضرب بايد من حديد وتمنع الاحتكار والممارسة الاحتكارية. في حضارات في اعتى المجتمعات الرأسمالية في امريكا، لما لقوا بيل جيتس وشركة مايكروسوفت بتحتكر انتاج الهاردوير الحاسبات والايباد والموبايل وكمان بتحتكر السوفت وير البرمجيات، قسموا الشركة لشركتين بقوة القانون. لكن احنا في مصر للأسف عندنا القوانين اللي بتحارب الاحتكار وبتمنع الممارسات الاحتكارية لكن غير مفعلة. وفي فرق كبير بين الاحتكار وبين الممارسات الاحتكارية. الاحتكار حضرات يعني جهة واحدة او شركة واحدة او شخص واحد بيملك تقديم السلعة او الخدمة، مثلا زي شركات الكهرباء او شركات المية، دول محتكرين السلعة دي او الخدمة دي، وبالتالي بيفرضوا سعر الخدمة او السلعة زي ما يتراءى ليهم، وانت مضطر تشتري السلعة او الخدمة بالسعر اللي هم بيحددوه لان مفيش بديل غيره. هتروح حضرتك تجيب منين كهرباء؟ هتروح حضرتك تجيب منين مية؟ اذا المحتكر هو بيفرض السعر اللي هو عايزه. انما الممارسة الاحتكارية دي في حالة اننا وانت وغيرنا يملك تقديم نفس السلعة او الخدمة، لكن للأسف بيحصل تواطؤ وبيتم الاتفاق
بين مقدمي نفس السرعة على تحديد السعر. يقوموا يعملوا ايه؟ يقوموا عطشوا السوق ويخزنوا السرعة وما يعرضوهاش، وبالتالي الطلب بيزيد على السرعة الغير موجودة. بعدين يجوا نزلوا السرعة في السوق اللي الناس في أشد الاحتياج ليها، فيفرضوا السعر اللي هم عايزينه أو يزودوا السعر كل شوية، وده بنشوفه بيحصل في سلع متعددة زي الحديد على سبيل المثال. هنا بقى الدولة لازم تتدخل، وتتدخل بقوة. كل أجهزة الرقابة في الدولة لازم يكون ليها دور فاعل في مثل هذه الأزمات. أجهزة وزارة التموين، أجهزة وزارة الصناعة والتجارة، كل الهيئات الرقابية لازم تتدخل في هذا الموقف وتضبط كل التجار الجشعين والمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين وممارسي الأعمال الاحتكارية، لأن دول بيتجروا بأزمات الشعب وبيتجروا بقوت الشعب. كمان الدولة لازم يبقى عندها حس سياسي واجتماعي، وتخف شوية من الزيادات في الأسعار المتوالية والمتكررة، ولازم تبحث عن مصادر بديلة للإيرادات غير جيوب المواطنين. النهاردة حضرتك أنا كان دخلي 10 قروش، بيوفروا لي 10 حاجات أساسية، حضرتك زودت عليا كل أسعار الخدمات والسلع، زودت عليا الكهرباء، وزودت عليا المية، وزودت عليا الغاز، وزودت عليا البنزين، وزودت عليا رسوم كل الخدمات الحكومية، شهادات ميلاد ورخص سيارات وكارتات طريق وأسعار كل المواد الغذائية. مفيش حاجة في مصر ما زادتش، وبالتالي العشر قروش اللي كانوا بيجيبولي 10 حاجات أصبحوا بيجيبولي 5 حاجات فقط. الفرق ده أكيد هيمس احتياجات أساسية، أكيد هيمس جودة الأكل ونوعيته وكميته، أكيد هيمس الملبس، أكيد هيمس العلاج، أكيد هيمس التعليم. حضرتك لما تفضل تضغط عليا بالزيادات في الأسعار ودخلي هو هو، أنت منتظر مني إيه؟ الناس ممكن تحتمل وتصبر لو إنها أزمة مؤقتة وهتعدي، لو في أمل، لو في بصيص من الضوء في نهاية النفق، وعندنا أمل إنها فترة وهتعدي وبعدها ينصلح الحال وتستقيم الأمور وتصبح الأسعار في المتناول، ممكن نصبر ونحتمل. لكن الوضع اللي احنا شايفينه وزيادات الأسعار المتوالية وهي اتجاه عام وتحصيل الإيرادات من جيوب المواطنين، ده وضع خطير جدا جدا، وهيولد أمراض مجتمعية خطيرة جدا، وهينكوي بنارها الجميع، وأولهم هؤلاء الموتورين المرفهين عديم المسؤولية الاجتماعية اللي كانوا واقفين طوابير طويلة في عروض الايفون. اللي قاعد في الكومباوند اللي اسواره عالية ده هيكون غير آمن لا على حياته ولا على ممتلكاته، لما يكون القاعدة العريضة من المصريين بيعانوا وبيكافحوا لتوفير احتياجاتهم الأساسية مصادر الحياة ومش قادرين يحققوها، أكيد هتبقى فيه أمراض اجتماعية. لما بقى مش قادر أوفر الاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة وشايف غيري بيتنعم بسلوك استفزازي في رفاهيات، أكيد هيتولد جواي أمراض خطيرة منها الحقد والغل والنقمة على المجتمع. لما أنا مش قادر أأمن وجبة الطعام لأولادي وغيري بيشتري آيفون بمبلغ يأكل أسرة كاملة لمدة سنة، أكيد ده هيولد أمراض خطيرة عند الناس الغير قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية ومقومات الحياة. والناس الغير قادرين دول يا حضرات هننقسموا لنوعين. النوع الأول ناس نفوسهم سوية وإيمانهم بربهم قوي، هيصبروا ويتحملوا ويبثون شكواهم إلى الله ويتوجهوا بالدعاء إلى الله أن
يعينها. أما النوع التاني من الناس الغير قادرين فالأزمة هتضغط عليها وقد تكون نفوسهم ضعيفة. أما يشوف ابنه جعان ولا عيان ومش قادر لا يأكله ولا يعالجه ويشوف واحد تاني سلوكه استفزازي أكيد الحقد والنقمة والغضب هيملأ قلبه، وبالتالي الأمراض اللي هتنتشر في المجتمع المصري تولد عنها ممارسات خطيرة من نوعية الخطف والسرقة والسطو والحقد والرشوة والاستغلال والغش. كل هذه الممارسات ستجعل المجتمع المصري في خطر شديد ولن ينجو من آثاره أحد، لا القادرين ولا غير القادرين. لذلك علينا جميعا أن نتسم بالحكمة والإيجابية في مثل هذه الأزمات. على أفراد المجتمع أن يتميزوا بالرشد في سلوكهم الاستهلاكي، وكمان لابد أن نبلغ الجهات المسؤولة عن كل من يتلاعب في الأسعار، والدولة كمان لازم تفعل دورها الرقابي وتضبط الأسواق وتضبط الأسعار حتى يصح المجتمع المصري ويعبر هذه الأزمة بسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر بعين الرعاية للأسر الغير قادرة وأن يشملهم ببركته وستره ورحمته. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أمنه وأمانه على مصر والمصريين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكشف عنا أبدا غطاء ستره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.